كنت تعرف مع أحمد يونس. النهاردة عيد ميلاد واحد من أشهر الشخصيات المحبوبة في عالم ديزني، بطوط أو دونالد زاك، اللي شعبيته بتفوق ميكي الشخصية الرئيسية في عالم ديزني. والنهاردة في كنت تعرف هنقولك شوية معلومات وحقائق ممكن تكون تعرفها لأول مرة عن السيد بطوط. أول ظهور لشخصية بطوط كان يوم 9 يونيو 1934 في فيلم كرتون قصير اسمه الدجاجة الصغيرة الحكيمة، The Wise Little Hen. وما كانش بطوط هو الشخصية الرئيسية خالص في الفيلم، وكان شكله مش زي شكله اللي احنا حافظينه وعارفينه وبنحبه. رقبته كانت أطول ومنقاره طويل. والت ديزني جات له فكرة أنه يعمل شخصية بطوط بعد ما سمع واحد من مؤدين أصوات شخصية ديزني وهو بيعمل صوت بطة بتغني، فابتكر والت ديزني شخصية مخصوص تناسب الصوت بتاع الشخص ده، مش زي ما بيحصل مع الشخصيات الكرتونية أن الشخصية تتعمل وبعد كده يدوروا على صوت يناسبها، لا العكس. سنة 1936 عاد والت ديزني رسم بطوط ووضح ملامحه أكتر وحط صفات شخصية ليه زي سرعة الغضب والتهور والعصبية والحظ الوحش، وظهر في أول فيلم من بطولته سنة 1937. ولسه بنتكلم في عيد ميلاد السيد بطوط، انه ظهر بعد كده في فيلم كرتون بتاريخ ميلاد جديد وهو الجمعة 13 مارس كدليل على سوء الحظ الشديد، لان اليوم الجمعة 13 يوم الجمعة 13 ده بيعتبر عالميا من اكثر الايام اللي بيتشائموا منها وشايفينه انه الحظ فيها وحش. ولو لاحظتوا كمان ان رقم عربية بطوط هو 313 كدليل على سوء الحظ. وبعدها بدأت شخصيات عيلة بطوط تظهر بالتدريج، بقى زيزي أو بطوطة والجدة بطة ولوز وأخت بطوط وأم دهب ومحظوظ وعبقرينه وولاد أخته التوأم الثلاثي سوسو لولو توتو، اللي أختهم سابتهم عنده وسافرت في رحلة علاجية بلا رجعة مع جوزها بعد ما سوسو لولو توتو حطوا ألعاب نارية تحت الكرسي بتاعه وما رجعوش من وقتها لحد دلوقتي. تم اختيار زي البحارة لبطوط لأن في الأربعينات كان اللبس ده شائع جدا بين الأطفال وبيحبوا يلبسوه جدا. بطوط شارك في حفل تقديم جوائز الأوسكار سنة 1958، ودي كانت أول مرة شخصية من الرسوم المتحركة تشارك في تقديم هذا الحفل. أول ظهور خلينا أقول لك الأول، بطوط عنده نجمة باسمه في ممشى المشاهير الشهير جدا اللي احنا عارفينه الموجود في هوليود، ده موجود هناك للأستاذ بطوط نجمة بتاعته. أول ظهور ليه في مجلات الأطفال في مصر كان في مجلة سمير، وكان بيظهر وقته باسمه الإنجليزي دونالد زاك، وظهر برضه بنفس الاسم في أول 4 أعداد من مجلة ميكي، وبعدها تم تعريب الاسم لبطوط. في فنلندا تم منع عرض حلقة بطوط أصلا، وكمان تم بيع المجلات هناك اللي فيها قصصه لأنه مش لابس بنطلون.